مجال مخصص للاتحاد الدولي واضح ويخلي لك مجال حر انت كاتحاد وطني جديد، لانه احيانا ثغره صغيره باش تتعدى به. انا نفهم انه اغلب الحضور اليوم وعشت هو مصدقه بنعم وي pour le statut de la fédération algérienne de handball. يتفضلوا الجماعه يحسبوا عدد الاصوات. هاولي احسبوا ceux qui ont le carton, ils ont signé sur la feuille de présence, ils ont été contrôlés à l'accès. واللي ما عندوش دقيقه دونك اخوان لي روج اون فوا كون اوبسيرفاتور اللي تونتي ديزيني يعاود يحسبوا لو نومبر دو فوا بور مسيو حداد تارا. هاوليك مسيو تارا حداد، هاوليك شغل الجمعية العامة الاستثنائية لمطابقة قوانين الاتحاد الوطني لكرة اليد مع القوانين الدولية هي خطوة أساسية من أجل إرجاع الاتحادية للشرعية، وإن كما لاحظتوا يعني مرت في ظروف ممتازة وكل أعضاء الجمعية غلبوا المصلحة العامة للرياضة. حاولنا أنه بحكمة اليوم نوصلوا بهذه الجلسة لبر الأمان، فيه معناتها تضافر جهود وزارة الرياضة، اللجنة الأولمبية الجزائرية والاتحاد الدولي. حضور اليوم واعي أنه عنده كلمته بالنسبة للأعضاء الجلسة العمومية، وأظن أنه في الأخر حتى نتيجة التصويت تبين أنه الأعضاء رشحوا المصلحة العامة لكرة اليد الجزائرية. أنا باش نعمل تقريري، كنت مرتاح اليوم في هذه الجلسة. نشكر أعضاء الجمعية العامة اليوم على المصادقة على الاستاتي نتاع الاتحاد الدولي لياشاف، والحمد لله اليوم حطينا القطار على السكه، وان شاء الله يعني انتخابات الديزناف تمر في روح رياضيه في ظروف يعني نقولوا عاديه وانتخابيه.